تحياتي أصدقائي أصحاب العقول الرائعة. طيب، موضوع ترك الدين، السردية الدينية، آدم وحواء، قابيل وهابيل، جواز الأخ وأخته، مش ده زنا المحارم يا جماعة اللي أنتم فلقتوا دماغنا بيه؟ الموضوع بدأ معايا من يعني حكم الإخوان وظهور داعش، ده دفعتني إن أنا أقرأ في الاتجاه ده ومزيد من القراءات وأشوف التاريخ يعني، إنما الأساس موجود من الأول، العقلية عندي تحليلية. كان في حاجات كتير يعني بقول انا ما اعرفهاش، ممكن ليها اسباب يعني انا مش عارف، محتاج مزيد من، بس عمري في حياتي ما دفعت زي اخواننا دول بالباطل يعني، ما يعني سبايا ملك يمين، ما لا طبعا، دي حاجات يعني تقشعر لها الابدان يعني، العنف، الدمويه، السرقه، الاتاوه، الغنايم، الجزيه، استعباد، اغتصاب نساء، الجواري، يعني ما فيش اخلاق في الاذكار، في القصص دي كلها يعني، الأذكار والتسابيح، الرتابة، الملل، التكرار بلا معنى، يعني قصص الخرافات الواحد يسمعها من مشايخ، كنت بحس إن أنا هيطلع لي ديل وأنا قاعد بسمع يعني، وحاجات بقى أعوذ بك من الحور بعد الكور، مهمق بعد بربق، جمد الدماء في عروقهم، يتم نسائهم، يشيل ويحط عليكم يا بعدة، يعني دين تدخله بشهادة زور، الإله ما شفتوش، محمد ما شفتوش، يتولد البيبي تكبر في مؤخرته وتضربه على ودنه، سوري العكس، تضربه على مؤخرته وتكبر في ودنه، والله مش فارقه كتير يعني، ولازم نقطع حته جلده، تضربه من سن 7 سنين عشان يصلي بدين الفطره ويفطر معانا غصب عن عين امه، يعني يلبس طاقيه شبيكه كده ويقرفص كل جمعه للخطبه، يردد كلام مش فاهمه في السجود والركوع، سو 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 سو، ونسمعه بقى يعني عذاب قبر وجن وعفاريت وابو رجل مسلوخه ونار وشاوي وقيامه، حاجه اخر هاري بوتر الحقيقه. والايات العجيبه بقى، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، والله لم ارى ان السماء والارض كانتا رتقا ففلقناهما، تعدمني ما شفتش، لا الم ترى ان ارسلنا الشياطين، وعهد الله لم ارى، يعني لو شفت هنكر ليه، انا اقول على طول بس لو شفت، وشغل بقى الحاجات يعني اللي ضد العقل، النمل بيتكلم، شجر ورايا وشجر وحجر يتكلم، وتعالى يا يهودي ورايا، مش تعالى يا مسلم ورايا يهودي، امسكوا بقى زط ورا مصنع، يعني شمس في عين حمئة، نجوم ومصابيح وزينة، طب لما النجوم يعني مصابيح انت بتشتكي ليه من فواتير الكهرباء عندك؟ يعني ما عندك مصابيح مجاني يا اخي، النجوم رجم للشياطين، دي حجمها اضعاف الارض يا اخوانا، يعني فكرتني كده بنكتة اللي كنا بنسأل حد يعني ايه وظيفة الودنين عنده، قال لك عشان تسند العمة ما تطرش لما الهوا، يعني كلام يعني الله الأحد الفرد الصمد، طب ليه مش متجوز؟ يعني صاحب أملاك والملكوت ده كله، ما فيش ونيس كده يعني، طب ما يكمل بيته يعني الكعبة، يعني زود عفشة مية ومطبخ، أو يبني دور تاني، ممكن تبقى كعبة دوبليكس حكاية برضه، الارتفاع 12 متر يعني يستاهل، او حتى يعني نعمل حاجه زي عظمه الاهرامات كده، او المعابد، او زي اي قصر اللي امير من جمهوريات الموز يعني، وليه اصلا اخترنا البيت يبقى بدائي كده على كوكب ما يجيش ذره رمل في الكون يعني، يعني بخلاف الخزعبلات في حاجات كتير فيها تدني اخلاقي ونفاق يعني، كتير من المتدينين ومشايخ يا راجل، ده في رشوه بقت حج وعمره في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده يعني، وانا اذكر مره كنت في عمره في رمضان وتراويح ورا السويس، كل 4 ركعات ابص الاقي زمايلي بيشدني من ايدي عشان غير المكان، ليه يا عم انت المانكي بيزنس اللي انت بتعمله؟ يقول لك لا اصل مكان سجودك ده بيدعي لك يوم القيامه، وبعدين كل ما تكتر الحتت الدعاوى تزيد، فناخد ايه يعني اول نمره على نهر الكوثر على طول، يعني تيجي اجي اصلي ابص الاقي اللي جنبي يقوم لازق صباعه في صباع رجلي، يا ابني ما انا مش بحب كده، في فنجس في ما تنقليش البتاع ده يعني، هو الشيطان يعدي يعني، هو الشيطان يعني سايب الواسع اللي بين الثمانيه بين رجلي ولازم يحشر نفسه، ما يعدي من فوق دماغي يعني، ما مش هو يعني، ما شيء عجيب كده يعني، لازم يعني غاوي بين الصوابع السوره، او يمكن الشيطان ربنا هديه وجاي يصلي معانا يعني، انت ايه مشكلتك يعني، الحمام بقى ندخل بالشمال، الوسواس القهري بقى وانت بتصلي، الوضوء اتنقض، لا ما اتنقضش، افتكرت نقطة الشيطان اللي يقول لك بيوسوس المصلي عشان يفسد صلاته يعني، يجي في ودنه اعمل له فقال لك ايه، احنا نحط فله في الودن عشان ما تسمعش الفس دي، لما تسمع فس تروح تتوضا ترجع تاني، فالشيطان بقى غير بقى صوت فرقعت الفله وفي ما مزاوله بقى يعني، مش عارف ايه الحكمه. وبعدين ايه، في ايات فيها قصص نزول غريبه الصراحه،
يعني طائفتان من المؤمنين اقتتلتا فقاتلوا التي تبغي. فالقصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رايح مكان بين مجموعتين يحكم بينهم تقريبا، فالركوبة اللي هي الدابة فحد بيركنها نزلت حاجات، فالناس قالوا يا هذا يعني نتن حمارك يؤذينا، قال له والذي نفسي بيده لقذر حمار رسول الله أطيب ريحا منك. فالموضوع يعني عجيب جدا. برضه اتصور سمعت قصة برضه ان في امريكا حد كان بيتوضى في الحوض، فقال له من فضلك ما تغسلش رجلك هنا، الابلوجن في مكان للوضوء هناك عشان احنا هنا بنحط وشنا في الحوض. فقال له انت كم مرة بتغسل وشك؟ قال له في اليوم، قال له مرتين او ثلاثة، قال له انا على الاقل 5 مرات كل يوم بغسل رجلي، يبقى رجلي اطهر واطهر وانظف من وشك. وتكبير وبهت الذي كفر. فالناس دي يعني مش عارف، انا الحاجات دي الواحد كان بيجزع منها وهو مؤمن حتى. يعني اسباب نزول آية الحجاب، يعني عمر بن الخطاب عرفناك يا سودة رايحة الخالة تقضي حاجة، يعني طب ما ده يا جماعة ده تحرش، انت بتقطع عليها الطريق ليه وتقول لها كلام كده يعني؟ طب ما الحل ان احنا نعمل لها حمام في البيت او فخارة جنب الفخارة المباركة، يعني خلي ام ايمن تاكل وتشرب وتتهنى وبطنها ما تلمسهاش نار يعني. شكرا جزيلا، ده حاجة عبث يعني. شكرا جزيلا، اسف على الاطاله.